في شهر آخر أحصت مصالح الدرك الوطني في حصيلتها السنوية لعام 2019 قرابة 483 قضية فساد أغلبها عرضت أمام العدالة. وأضافت قيادة الدرك في عرضها لحصيلة النشاط السنوي صباح اليوم بمقرها بالعاصمة أن مصالحها سلمت عديد القضايا منها الفساد إلى العدالة، فيما سجلت أزيد من 200 ألف جنحة اقتصادية. إذن فيما يخص القضايا، باش نرجع لقضايا الفساد، قلت لك باللي هاي قضايا جنوح اقتصادي اللي عرفت نسبة تاع 49% من إجمالي الإجرام، واللي في القضايا هذه سجلنا أكثر من 200 ألف فعل مجرم. قضايا الفساد كانت بنسبة ضئيلة، يعني بنسبة 483 فعل مجرم. هذه القضايا يعني ما تخفاش عليكم، هي قضايا أرى على مستوى العدالة، فيه تحقيقات اللي انتهت وراحت العدالة وصدرت أمام أحكام أولية من طرف الجهات المختصة القضائية، وفيه قضايا لا تزال قيد التحقيق. قضايا بطبيعة الحال العام والخاص يعرف بالجزائر، لأن قضايا مست بعض المسؤولين اللي رفعت ضدهم انتهاكات، مست على مستوى مركزي في بعض الجهات، ومست على مستوى محلي في جهات أخرى. فيه بعض المنتخبين اللي وجدت لهم بعض الشكوك في قضايا معينة، تمت تحقيقات بطرف وحدات الدرك الوطني بالتنسيق مع الجهات القضائية، وفيه بعض التحقيقات اللي انتهت وتم إرسالها إلى القضايا إلى الجهات المحلية، وفيه قضايا لا تزال قيد التحقيق.